أياكس حضوره في نهائي المسابقة رغم خسارته إيابا أمام ليون بثلاثة أهداف لهدف. تقدم الضيوف بهدف كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 27، لكن ليون نجح في قلب النتيجة في آخر لحظات الشوط الأول عبر نجم ألكسندر لاجازيت، والذي عدل أولا من علامة الجزاء قبل أن يمنح التقدم للفرنسيين بهدف ثاني. ليون أضاف هدفا ثالثا عبر الجزائري رشيد غزال في الدقيقة 81، وأكمل أياكس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيك فيرجيفير في الدقيقة 84.